ان شاء الله باذن الله. طيب تبوح انت توجه صوب الهانجر ان شاء الله. بسم الله توجهنا. يا مرحبا بجميع. طبعا جمهورنا الغالي مثل ما تشوفون كان قبل شوي سلطان بن دغيم يعد القصيدة، وما كان فيه احترام من بعض اخوياه قاموا وهو يعد القصيدة، ناصر الصلف وعبد الله القريني وحسين الصيعري وفهد محمد القحطاني. طبعا هذا شيء راجع لاخويهم اذا ما احترموه على الشاشة او ما استمعوا له. هذا من طيب راسك يا ابو دغيم، ولكن انا لي حق كمقدم او صاحب فقره انه ما يقوم الا باستدان، فيا ليت يا كنترول تحسب لي خصم على كل واحد منهم 2000 نقطه عدم تقيدهم في الفقره، وبالذات يعني الناصر يقول لي اقطع السالفه كان يسولف معي وحنا جالسين في المجلس، ما فيه احترام للفقره نهائيا ولا للمقدم. وفهد محمد يقول هذه ما هي فقرة خذ العلم، وهو طبعا يعني شيء مو بشغله، يأتي السؤال إذا جاوب الشخص على الجواب أو يقول أنا استرفع من الجواب ما أقدر أجاوبك أو ما في جواب، ومن أبسط حقوقه إذا استرفع من الجواب أو ما تقبل الإجابة، ولو ما أخذوا معي عطوه في الأسئلة ما سألتهم السؤال ذا. طبعا أنا بأسأله والنقاد بيسألونه، وبكرة بيطلع برا وبيسأله الجمهور، فإذا ما عرف يأخذ ويعطي مع الناس ويجاوب هذه مصيبة. هو في البرنامج هذا يدرس في الإعلام كيف يأخذ ويعطي أو كيف يجاوب أو كيف يستقبل الإجابة سواء كانت صادمة أو صحيحة أو خطأ، كيف يتعامل مع الإجابة وصاحب الإجابة اللي كيف يتعامل مع السؤال وصاحب السؤال اللي ينقله له. ولكن نتمنى إن شاء الله أنهم إن شاء الله يتعلمون من خطأهم وجل من لا يخطي، وأتمنى إن شاء الله نشوفهم إن شاء الله أفضل من كذا. أبو حسين الحبي رايد يا مرحبا ومسهلا. تعال هنا على الشمس. حنا ما عاد باقي الا براي على نهاية الأسبوع ذا ويغلق البرنامج. النقطة تفرق وين أخوك. ما ودي والله. ولكن وأنت إن شاء الله أنك لا لي هلية يا عبد الله. أنا معكم هنا 70 يوم. صدق. بعضكم كان راقد على السرير. إذا عطيت أخوياه نقاط عطيته من جسم. صدق. صح ولا لا؟ صدق. البرامج الباقية الفقرات الباقية نقطها على 300 نقطة. أنا كنت أعطيكم على 1000 وعلى 1500. صدقت. ما عدها بحسبان لي أنا يا عقاب. ولكن الحق قال. بهذا الوجه. بهذا وجهك أبو حسين. كنتوا تنافسون وإذا فاز فريق على فريق قال الفريق الفائز عطى أخوي أنا مثلنا. ولكن فيه أي احترام، بالعكس اللي يمسرت معكم إنسان طيب وأنا مالي طيب مع أخواني. فتعدوا. أصبح يقول لك اختم السالفة اقطع السالفة. ترى كل فيه مجال نقاش. الكلام اللي قاله عبد الله القريني قال نفسه واسوأ في فقرة خذ العلم. والليلة بيتي فقرة خذ العلم بياخذونكم وكل ليلة ياخذونكم. يعني ميب على فقرة عقابه بس. ليتهم ما يقولون الكلام الا الكلام. يا ابو حسين. الحاجة الثانية أنت في برنامج واقعي يحصل مشاكل، يحصل هواش، يحصل كلام. البرامج اللي قدامكم كل بيها. كلهم حصل بينهم خلافات، كلهم حصل بينهم مشاكل، كلهم حصل بينهم وشيء عادي وخلصت البرنامج ورجعوا بسواء وكل بيهم. نجوم وناجحين الله يوفق. هو اسمه برنامج واقعي، حياة واقعية فيها ضحك وفيها حزن وفيها بكاء وفيها وناسة وفيها استمتاع، فيها كل شيء. صدقت. لكن يا ابو حسين انت ما قصرت معنا لا قبل ناصر فهد عبد الله انا دمكم ها انا دمكم
ما حضر ما احتاجكم الفقرة. الله يبيض وجهك، اشترك نبغى ارقد. الله يبيض وجهك وحشي. والله زين يا ابو، والله سويت يعني والله ما العدمك يا اخوي. هذا المقدم ولا بلاش؟ ارحب يا زياد. طيب كيف حالك اخوي؟ ان شاء الله اتمنى اجينا كل يوم، اتمنى اجينا كل يوم. ما في حاجتك، توكل على الله. دايم تعال، توكل على الله، توكل على الله. ليه ليه وحشي؟ يا توكلين على الله قبلك. انت اسمك ما يطلع في التاج، توكل على الله. اسمي نعم. وانت كنك اياه، توكل على الله. كان اسمك يطلع، توكل على الله، توكل على الله. حسين شلال ما ادري من اللي قابله صراحه، يمكن سالم حزام الله يذكره بالخير. اتوقع ان اللي قابلهم سالم حزام. اشرح اسباب صحيين خلهم يحضرون يستانسون. جمهور منتظرهم واهل منتظرون على الشاشه. ينتظرون على الشاشه؟ نعم. تبغى تروح معهم انت؟ لا بس ما يصلح يا اخوي. اخوياك ما يستحون على وجههم ولا يحترمون؟ لا لا يستحون. ما يستحون؟ لا لا يستحون. والله ما يستحون؟ لا والله يستحون. والله ما يستحون. ايش قالوا؟ كلامهم كل بما يستحق. لا فهد محمد ولا ناصر، عندك اعتراض في الشيء ذا؟ انا اشوفهم يا جد ما قالوا شيء. انا معي عقاب ما يستحق نوجه. اعطى الفقره حقه وجاك وحضروا من اول الناس وحاضر الفقره. وش اللي بحضر؟ حسين عن اذنك يا حسين. ليش؟ قمت انت من الفقره استاذ انت ولا احتاجك الفقره، الشباب بيكفوا. خساره. اعطيك حق الفقره عن اذنك. تظنني من فقرتك؟ عن اذنك. انا من اخابر عوايدكم المره تطول رياجيل من فقراتكم. المرة؟ نعم. يطلق من الفقرات؟ نعم. الحين في برنامج ولي فقرات ومحلاتهم تعتبر محل. قلت علي في بيتي يعتبر محل. هذه آلية برنامج. يعتبر ذا محل. تضرني منها عقاب من عوايد. تضرني منها. فيض صوتي. ما انت بجاني في محلي، هذه آلية برنامج، احترم آلية برنامج. إذا احترمت آلية البرنامج وعرفت أنت تقدر الرياجيل لما تقوم من الرجال تدبر. ما حتى تقول أربع كلمة لا. يخصم عليك وتطلع مع ثم الباب. ولولا الخوف من الله وشبانك اللي يتابعوني رحلتك برايي. أنت واللي معك الأربعة. استريح يا ابو خالد. على اذنك يا ابو حسين. ما انت بحاضر؟ يا كنترول. عط الشنار زياد بن شري. بما انه بياخذ تصميمين عط خصم 4000 نقطة. والشباب اللي قدامه كل بيهم على 4000 نقطة. ابو حسين. نبدأ بقرأ الشباب. والله انه واجد يا ابو حسين، وانت خير من يعذر. قول لا اله الا الله. ولك طوارد، والله انه وارد. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله لو هم جاوني بالكلام الطيب. واستقبلوا الكلام الطيب، والله انا عندي برك الساعات. انا اللي معك هنا 79 يوم. ما بعد خصمت على متسابق. صدق؟ 79 يوم ما بعد خصمت على متسابق. صادق ابو حسين، ما انت خير من يعذر ابو حسين. توكلنا بالله يا شباب. توكلنا بالله. آلية الفقرة بمن حنقعد في الثمانية من البرنامج. أكيد أن كل منكم يستطيع أن يحلب هناك. سلكت. كل رجال له مطيه يحلبها. أنت يا رايد كنت معنا أسبوع اللي طاف صح؟ الله الله. كان تعرف الحليب من أول ولا؟ ما يحتاج. يلا فأنا إن شاء الله معك. كل واحد ياخذ جركله وابدأ التايم معي لا طلعوا الحلال يا كنترول عطم على 7 دقائق.